الكتابة ومساكين من المسيحيين المحتاجين. طبعا مسألة استغفاء يعني. مسألة مرتزقة متمثلة في القمص اللي هو اسمه سليم شرح لمن ده الشهر يعقوب. واخد بال حضرتك؟ المهم بعد ما حبسوهم طيب المهم مطلوبهم على ايه؟ على عقد بيع الايه؟ البيت. البيت. المهم الامور بدأت تتطور تماما وبدأ يحاربهم بقى. اول حاجة قال لهم انا عايز الدور الثاني. وخد المحل على اساس يحط فيه مبادرات وحاجات من ده ويطلع العيال اللي هم الصيع والمرتزقة بتوع الكنيسة اللي بيمثلهم طبعا الترانيم والمسرحيات الخاصة بالكنيسة والامور. عايز ينزل الساعة 2 والساعة 3 من البيت طبعا ما نايمهمش وقتلهم اخر غزالة وبدأوا يحاربهم ولاد ولاد الكنيسة. احنا هناخد العيال يعني هم لهم عاوزين تسلموا لكن الاولاد ولاد الكنيسه. الاولاد اللي ولد وبنت ولد في سنه ثانيه في اولى ثانوي في اولى اعدادي وبنت في سنه ثالثه ابتدائي. وطبعا دولت قال لهم لا لا دولت مش بتوعكم دولت بتوعنا احنا ودولت اولاد الكنيسه والكنيسه اللي هناخدهم ونحافظ عليهم وودوهم ملاجئ وبحيث ان دولت الكنيسه تراعيهم لحد ما يكبروا وبعد كده يقرروا مصيرهم لان دولت مش اولاد. تمام. فطبعا ما جاء امر لما كان ملك قلت له لا طبعا لا شرعا ولا قانونا ما ينفعش الكلام ده والاولاد ولادك وصفاتك انت الوصيه عليهم ووالدهم الولد الطبيعي. تمام. فما ينفعش طبعا الكلام ده ومين اللي قال لك المعلومه دي؟ المعلومات دي معلومات غلط وما ينفعش الكلام ده. جميل وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بقى بدانا نخطط ونكتك على اساس الناس دي ننقلها اصلا من هناك من البلد طبعا لان كل يوم في جحيم. تمام. كل يوم في ولع ومره طبعا ضربوا عليهم رصاص ومره ضربوا عليهم ازايز من الدور في مصر محليه الصنع ومره ولعوا لهم في البيت. أيه. ومره ولعوا فيهم وهكذا شغل من هذا القبيل من اسلوب مهين وقذر جدا. تمام. قالك دي الجزء الثاني من القصه. الجزء الثالث بقى طبعا اسمه حتى حاجه خالص نهائي. يعني هم عاوزين يهربوا ومش عارفين يهربوا وياخدوا الحاجات بتاعتهم ويهربوا من الذل اللي هم فيه ده. فطبعا عملت انا واثنين ونسيبي وجماعه اصحابنا ان احنا بنجار ملابس. ايوه. وبنشتري الملابس القديمه على اساس ان احنا ناخد الملابس نجيب لهم الملابس هنا. بحيث ان طبعا بعد كده هم يخرجوا يلاقوا حاجه يلبسوها. تمام. وبالفعل تمت الحاجه ديت وجبنا الملابس والملابس موجوده ومتعانا عندنا في الامان وبتاع وبعد كده خططنا ازاي يا جماعه نستغل توقيت يكون هم ملحومين في رسم واحد اصلا من الشبوشجيه بتاعهم الصيع اللي هو عايز يبقى قسيس مساعد يعني. ايوه. ورحنا جايين متصلين بهم يا جماعه تعالوا والمهم ربنا وفق وسبحان الله يعني شجعنا من بين ايدينا سدا ومنقصين سدا فمشيناهم فهم رسلوهم فعلا الحاج ولد مدام اميره ومدام والعيال جابت العيال وهم الاول ايه بدايه هنا على المحل. تمام. هربوا بقى من البيت وسابوا البيت. بدأوا يهربوا بقى طبعا ما كنتش اقدر ارفع قضايا ولا حاجه لان طبعا الجماعه هناك كانوا هيبقى دعوه رد وبطلان خاصه بمساله البيت بس رفعتها في محكمه المحل بالرغم ان انا عارف انها تاخد عدم رصاص واهانه. بس قلت عاجل واكسب وقت. تمام. لما بعد كده لما مدام امير خارج الاستاذه وسام السادات المحاميه المدام راحت تعمل محضر في اسم في مركز في مركز الشرطه طبعا اتفرج على الاهانه والسفاله والوساخه من الضباط ومن مامور المركز وعاملهم معامله غير ادميه بالامام بكل ما تخطر على بالك. أيه. مما تحمله كلمه من سفاله وشيخه والعطاب وهتك في الاعراض ومن قبل المامور وضباط المباحث والمسؤولين اللي هناك. تمام. لانهم قابضين واخدين فلوس ومتوصلين عليهم تمام لدرجه انه المؤسسه طبعا اتكلموا في الكلام في اعراض. يعني الامر ده مس اعراض ناس محترمه وناس شريفه. طبعا طلعوا شايف ان هم جابوا سيرتهم بقى وشوهوا سمعه الاستاذه اميره فهموا بقى كلام غلط و أيوة. والمامور وقال بقى كلام طبعا يعني كلام يعني الواحد لولا يعني احتراما لشهر رمضان انا كنت هقضيه وهقضيه وانا مش هسيبه. زي كمية شحاتة كده استاذ راشد. حكم عسكري. استاذ راشد كمية شحاتة برضه. واول لما هربت قالوا ده معموله رايحه مع زميلها والكلام ده كله. هو ده نفس ده الوضع وده الكلام وده اللي حصل. المهم دلوقتي برضه ايه المهم اللي حصل برضه بعد كده؟
بدأوا بقى لما طبعا الجماعة خرجوا ومشوا بدأوا دلوقتي يرفعوا عليهم ايه قضايا. ايوه. والقضايا دلوقتي شغالة متداولة. تمام. الراجل طبعا امان شرطة في اسم تاني. تمام. تمام. اللي حصل بقى راحوا جايين واخدين صور رسمية من الجناح اللي رفعنا عليه وراحوا رايحين لمدير الامن. ما قدموا له الورق، مدير الامن حول الورق على النيابة العسكرية. والنهارده تحديدا النيابة العسكرية اصدرت قرار بحبس ستهم جوز مدام اميرة 15 يوم على ان يجدد له ايه؟ حبس. تمام. وهو محبوس بداية الحبس بتاعه النهارده على اساس انه بتهمة الاساءة للمقتضيات الوظيفة. لانه راجل عسكري وما يصحش ان هو يمضي على اشراف ويوريه طبعا، انما ما فيش ادانة. تمام. ولا حاجة من وتمت الموضوع والعملية ماشية والحمد لله طبعا راح الأزهار. احنا عاوزين نقص بقى الإشهار بقى، إيه اللي حصل في الإشهار؟ ألو. أيوه بقول لحضرتك، إيه اللي حصل في الإشهار؟ اللي حصل في الإشهار هما أشهروا فعلا؟ أشهرهم حوالي 8 يوم العيد أو 9 يوم العيد. تمام. والورق معاهم رسمي وكله رسمي وكله معاهم رسمي ومعاهم شهادات اعتناق الإسلام وكل حاجة مشيت زي ما يرضي الله ورسوله والحمد لله برضه بفضل الأهل الخير والناس المسلمين المحترمين والشخصيات الحلوة اللي جنبنا وساعدتنا، يعني ربنا يعني يجازي كل إنسان خير على ما قدمه يعني. الحمد لله. طيب يا أستاذ الأستاذة أميرة معاك ممكن تتكلم. لا الأستاذة أميرة موجودة، هي ممكن تتكلم واستفسر منها الأسئلة اللي أنت عايزها وهي تحت أمر حضرتك موجودة معايا هي. طيب يا ريت اللي عنده أسئلة هيبعتها لأخونا حريم على الخاص وهيبعتها لي إن شاء الله. طيب إيه يا معلم على التليفون هذا صح؟ طيب ماشي. ماشي بالفضل. وحضرتك زي ما قلت. معلش يعني احنا بنتصل في وقت متأخر بس عاوزين نعرف القصة من حضرتك، يعني تقول لنا اللي حصل. الأستاذ راشد ممكن يكون عدى حاجات، حضرتك صاحب الواقعة فتقول لنا اللي حصل. استاذ راشد يعني احنا في الحال كنا ممتنعين عن الكنيسه بسبب حاجات، يعني انا سبت الكنيسه ليه وايه اللي خلى حضرتك تروحي للاسلام كده؟ يعني اتكلمي براحتك خالص. لا هو اللي خلاني اروح حاجات كتير، يعني انا كنت في الاول كانوا قافلين علينا دايما بس هو يخوفونا، لو رحت اي محل مسلم ممكن يمرضوكوا ويخلوكوا تسلموا وهم بيرضوا على المسلمين والمسلمين عايزينكوا تسلموا، فكنت في الاول ايه؟ خايفه طبعا. عرفت كلها مسيحيه يعني ما عرفتش غير المسيحيه بمعنى صح او مقفولة هي كنت خادمة عندهم في الكنيسة. بس بقى من الطرف ان انا بعترف لكان اقول له سلمت كذا وهو اللي حللني، ربنا هو واحد اللي قادر ان هو يدفع القضايا. ثم لما بدات اخرج يعني واشتغل واتقابل مع الاخوه المسلمين والاقي عندهم يعني ما كنتش لسه قرات في القران، سمعت منهم ان القران بيتكلم عن المال وعن الاسره وعن المرات، بيتكلم عن كل حاجه في الحياه كل حاجه، وان الله هو واحد. طبعا برضو عندنا الاب والابن والروح القدس كون الله يعني او ابن الله ينزل علشان خطيه ادم. حلو. ايوه ما حضرتك. طب ازاي يعني ايه خطيه ادم عمرها ما تسبب لربنا مشكله لدرجه انها تخليه ينزل وياخد يعني صوره انسان ويتعب ويمرض زينا؟ حاشا طبعا، لان الله اعظم واكبر من كده. والله يعني لو ارادت يعني يكون فيكون، يعني حتى في حينما خلق الله النور في التكوين قال له كن فيكون، فمش معضله الامر يعني ان هو يعني هو قادر ان هو يغفر لادم خطيته من غير ما يحتاج ان هو ينزل ويبقى في صوره انسان ويتصلب ويتعذب. فكان ده حديث مع الكاهن بصراحه بتاع البلد، فما كانش حاسس ان انا بدانا نبعد، بدا يعني يشعر ان احنا بدانا نبعد عن الكنيسه وننا اتجاهات ثانيه وعلاقاتنا كلها مع الاخوه المسلمين. فبدا بقى يدق علينا الناس واحنا من غير ما نشعر كنا بنتكلم بصراحه، يعني بنحاول ان نفهم الناس وجهه نظرنا الفرق بين المسيحيه والاسلام، ما كناش نعرف ان هم في دماغهم الخطه الكبيره دي. فطبعا هو في الاول ما كانش مقتنع وارتباطه بالاسره كان واخد مني وقت، انا قلت اقتنع ما اقتنعش، انا كمان بس عشان الاولاد وكده كان اللي خلاني ايه اتاخر شويه في موضوع ارتباط الاسلام. لما كان منهم بقى انهم رسمهم ويا ريتهم كانوا يقولوا للناس مثلا للاستاذه نبيل احنا الموضوع اسلام، لا كانوا يقولوا
شكل الكابتن هاني جيرك عايزين ننتقم منها. اي حد يشوفوه طلع افوه عليه وعليين طبعا ما كانوش بيفقهوا فكره موضوع الاسلام ده. الان بقى دخلونا في قصه القاضي الوهميه اللي حكاها لحضرتك استاذ راشد دي، انه كلنا ضمننا بعض ومضينا البعض على وصولات امينه. هو طلع الموضوع فاشل طبعا، جينا نقول يا جماعه الوصولات، قالوا لا انسوا بقى. احنا طبعا يعني رحنا للكيان فما كان منه الا انه بقى يقولوا اشتقوهم بقى واشتغلوا يعني عشان يسووا منظرهم، عشان اسره بقى جمالها ازاي تروح كده لازم يعني. طبعا حضرتك فاهم اي واحده كانت بتمشي يقولوا ده ماشي عشان فلان اي واحد، لكن اسره بقى جمالها ضغط ده ما ينفعش، لازم يشوهوها لازم. اخطاف المسلمين بيخطفوا ده يعني كان صديق لنا بس كان بيطلع عند الكاهن، هو ده اللي جاي انتوا ما بتقعدش الكنيسه ليه وما بتصلوش ليه كده يعني، فبدانا نشرح له وجهه نظرنا يعني. ايوه. وان يا ريت والله الواحد نفسه يسلم ويحاول يبدل جمعيه تحفيظ قران حتى لو بلاش زاويه عشان ما تضايقش الكنيسه. لما كان منه لانه نقل الصوره وبداوا بقى الخطه اللي هي يعني اللي حكاها لحضرتك استاذ رشد. هو اللي هو يوسف ابراهيم ده زي الخادم كده بتاع الكاهن يعني. ايوه تبع الكيان. هو طبعا بنخص ايه على اساس ان كصديق مثلا قلت له ايه؟ قلت له احنا مثلا بنحب الاسلام مش الاسلام يا ريت وكذا كذا. يعني كنا بنوضح له وجهه نظرنا يعني بنقول له الكتاب اللي مقدس ما كله الا نصايح. وبعدين انا مالي ومال التوراه ديت يعني معلش يهودية، أنا ليه أراها وأؤمن بها؟ أنا عايزة كتابها، أنا عايزة الإنجيل نفسه. بعدين تقعد تفرج محدود فحتى إن كلام ربنا إن هو يهدي كده على اسم الإخوة المسلمين وكده، إن ده اللي كان فيه التنبؤ عما جه سيدنا محمد. فيعني حاجات كتير أوي دخلت أنا فيها مع الكاهن في نقاش وتحدي، هو على فكرة شخصية معروفة أوي إن هو تاجر وسمسار ويقف على اموال الارامل واليتامى ومشهور ومعروف وبين يعني لوحه اثريه للسيده العذراء ب 60,000 جنيه من كام سنه يعني ما هوش. فطبعا بقيت اقول لها طب انت فين يا عذراء لما انت بتظهر هو بيعمل كل ده؟ قعدت مده طويله على ما بقيت اطلب الزهورات واطلب الشهداء، قلت لو حد منهم زي ما هم بيقولوا ظهر لي يعني اتراجع واقول ان هم صح. طبعا ولا اي حاجه حضرتك من دي تمت. هما بقى طمرونا زي قصه طبعا جوزي بدا يطلع وياخد نفس لهجتي والدتي قالت انا معاكي مكان ما تروحي الاولاد. فهم بقى اللي فهمته او اللي حسيته ان زي اسره باكملها يعني لازم نسويها، لازم نقول للناس دي وش، لكن ربنا وقف جنبنا واحنا على ما معانا وصلات على نفس الناس اللي بتشتكينا. وحضرتك احنا لا معانا اموال، اللي بياخد اموال بيبقى واضح سواء له في البنوك سواء له ارصده سواء بيبان عليه الثراء. دي نقطه، ده النقطه هو صفع البيت. لو احنا فعلا مدنيين زي ما هو الغلطه بيدينا بيتنا صح حضرتك ولا؟ وبعدين اللي انت الكنيسه بتشوه صوره اولادها بطول عمرها بتخاف عليهم وبت صح ولا ايه؟ لانها بتعتبرهم اولاد بالظبط. يوم الكنيسه تشوه ولادها يبقى في سر غامض صح ولا انا؟ اصل خلاص يعني صراحه اللي بيعملوه ده لا له علاقه بدين ولا باخلاق ولا بضمير. احنا خلاص زعلنا وسيبنا البيت وسيبنا كله، المفروض ان هم بقى معلش يعني على اخرتنا خلاص سيبنا لهم كل الدنيا يسيبونا بقى ندور على الاخره ولا ايه حضرتك؟ طب في سؤال يا استاذ اميره من احد الاخوه بيقول التاريخ من اول البدايه ديت، النقطه دي حصلت من امتى او القضيه بتاعتكم دي حصلت من امتى؟ بالظبط من قضيه ايه بقى؟ انا بالظبط من 3 سنين وانا على خلاف وياه في نقاش ومجادله وياه في حاجات كتير يعني كده من ضمن وعظاته يقول ان احنا المسيحيين